أسلم على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. انتم تعرفوا اللي احنا نهار لحد ديما نحكيو مع اللادينيين بصفة عامة، كما قلت لكم، سواء كانوا ربوبيين، سواء كانوا لا أدريين، سواء كانوا ملحدين، نحاولوا نحكيو بكل تلقائية وبكل موضوعية وكل مباشرة، يعني ما غير تصنع، ما غير ما نحاولوا من نتصنع. وأنا رو طبيعتي ما نحبش نتصنع، نحب نتصرف تصرف عادي. علاش؟ على خاطر لازمنا نعرفوا اللي احنا قبل كل شيء بشر قابل للخطأ، والمشكلة مش اننا نغلطوا، المشكلة اننا ما نحبوش نستعرفوا بالاغلاط نتاعنا، وما نحبوش نبدلوا من ارواحنا. ياسر عباد يتبعوا الدين على خاطر الدين بالنسبة ليهم شماعة يعلقوا عليها كل أخطاهم، ويعتبر منفذ من المنافذ اللي يسمح لهم الغفران. يعني يكفي الإنسان يعمل حاجة ومن بعد يستغفر وانتهى كل شيء، سواء في المسيحية اللي يشريوا الذنوب، سواء في الإسلام اللي واحد يطلب المغفرة كما يقول الحديث، فهمت؟ معناتها بما معنى الحديث أنه الإنسان لا زال يعصي 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 ويستغفر يعصي ويستغفر، وهذا الإله يغفر له. إذا نجي نشوفوا مسألة، معناتها الفكرة اللي تقول أن الإله سواء الإسلامي أو غيره، إله يدعو للأخلاق ويدعو للسمو، هذه فكرة ليس لها أي أساس من الصحة. لأن نشوفوا لو لاحظوا أن الجرائم تلقاها أكثر عند من يتبعون الأديان. وقد من الإنسان يكون متدين ويكبت نفسه، تلقاه معرض أكثر شيء للقيام بأشياء يمكن تكون فظيعة. ساعات واحد يقول لك ياسر المسلمين يجي يقول لك، ولا متدينين يقول لك هاو فلان عمل وهاو فلان عمل وهاو فلان عمل وهاو ماهوش يتبع حتى دين. مثلا في امور السياسه ولا غيرها يجي يقول لك هاو ستالين عمل وهاو هو شيوعي وملحد. انا صراحه لا اثق بالسياسه والسياسيين، يعني ما تنجمش تاخذ لي مثل كسياسي، لان السياسي سواء كان ملحد او متدين دائما يسبق مصلحته ومصلحة حزبه على أي اعتبار، ولو حتى يقتل شعب كامل. إذن بالنسبة لي أنا السياسيين عباد ما نجموش نقيسوا عليهم، هذه حاجة مثلا معناتها بالنسبة لي واضحة. حاجة ثانية، يختلف الإجرام باسم شخص وحده ما يعمل بحد شيء، يعني طبيعته ونفسيته المرضية أو الإجرامية خليته يقوم بهذاك الفعل، وفرق من بين إجرام باسم عقيدة، هذا هو الفرق. يعني ما تنجمش تقارن حاجة بحاجة، كل حاجة في طريقها. من هنا أنا حبيت، معناتها ما نحبش نطول في هذه المقدمة، يعني هي مقدمة باش نرجع الفيديو السابق وباش نحكي بكل تلقائية. نرجع لفكرة الإله، يعني لو كل الأديان تتفق أن الإله عادل وعالم، إذا لا داعي للخوف. هنا نقول الكلام لبعض الملحدين أو لبعض اللا أدريين، يقول لك معناتها هل أخاف لو كان هناك إله؟ أنا أقول له لا، ما تخافش. علاش نقول له ما تخافش؟ على خاطر من المفروض الإله يكون عادل وعالم، إذن هذا الإله من المنطق أنه يعرفك اللي أنت صادق. لهذا نركز ديما لا للنفاق. النفاق اللي يدعونا ليه الإسلام يقول لك أكفر لكن ما تقولش، ما تؤمنش بإله لكن خليها ذكر روحك، كان تقول راك أنت راك تسبب في فتنة وتخرج في الناس من
من الإسلام، وراك تصبح خطر ويمكن محاكمتك ويمكن حتى إعدامك وقتلك. هذا التفكير الديني، هذا هو التفكير الديني، يعني التفكير اللي يقوم على النفاق وعلى الخوف. هو اللي يخاف على خاطر ما هوش صادق مع نفسه، وعلى خاطر ما هوش صادق بينه ومن بين الإله اللي يؤمن به. يعني يسمح الروح وبش يعمل أي يحب عليه هو في الخفاء، رغم الإله يشوفه. يعني في الحقيقة لو نشوفه، الخوف متاع المتدينين ما هوش خوف من الله، على خاطر هو عنده اعتقاد وعقيدة في داخله أن الله بش يغفر له، يكفي أنه يتوب ويغفر له، ولا يمشي حج ولا كذا ولا كذا ولا كذا يغفر له. إذن الخوف متاع المتدين أكثر من الناس اللي حوله. لهذا النفاق منتشر في المجتمعات الدينية، سواء إسلامية سواء مسيحية. وقد ما الإنسان يكون متدين، على قد ما يكون منافق، على خاطر يخاف على سمعته، خاطر يعرف اللي إلهه يمكن يغفر له، ويعرف اللي لو تفضح في المجتمع متاعه ولا في عائلته ولا في المحيط متاعه ما عادش باش يغفروا له، حتى وكان إلهه غفر له. مثلا إنسان يتشهر بحاجة كذب ولا بأي حاجة، فهو إنسان يعتبر معدوم، يعني المجتمع ما يسامحوش، بينما يعرف إن الإله متاعه يغفر له. لهذا أنا ديما نخاف خاصة من المسلمين اللي يجي يقول لك ربي يستر ربي يستر ربي يستر ربي يستر، هذاك نخاف منهم. نعرفهم راهم عاملين عمايل قد روسهم. وذاك الحديث اللي يقول لك أنا عصيتهم فاستتروا، وإن رأيت أخوك يزني فاستره برداءك، وغيرها. يعني في الحقيقة الأديان عمرها ما جاءت لكي تهذب الإنسان، بل جاءت لتجعل منه منافق بامتياز. ما هي جاءت بش معناتها الإنسان وكي يغلط وكي تعطيه الحرية بش يحكي وكي تنحى عليه كل أساليب الخوف، صحيح بش يغلط لكن بش يحسن روحه، باش يطور روحه. علاش انا مثلا معناتها ملي وليت ملحد ما عادش نكتب، ما عادش نخبي، وليت واضح، على خاطر اصبحت واضح مع روحي، خاطر ما عادش عندي رقيب يراقبني ويعس عليا. الفكر اللي كان غرسه فينا الاسلام تحررت منه، وهذا معناتها نوجه لكل اللادينيين، اتحروا من هذا الخوف. يعني كي تعمل حاجة حط في بالك زوز حاجات مهمة. الحاجة الأولى اغزر روحك، كيمك انت ما تحبش تكون يكذب عليك انت ما تكذبش، كيما انت ما تحبش تكون يغدر بيك انت ما تغدرش، ما يسمى بالمعاملة بالمثل. انت ما تحبش تكون يسرقك ما تسرقش، هذه حاجة. حاجة ثانية مهمة، تصرف كأنها كاميرات راقب فيك، تصرف ما تخافش. علاش؟ أي حاجة تحب تعملها أعملها وكأنهم العباد يغدروا لك. صحيح نعرف المجتمعات متاعنا مش باهية، والمجتمعات متاعنا مش تحكم فيك، أنا نتكلم يعني الفكرة بحد ذاتها، وخاصة للأشخاص اللي معناتها عايشين خارج الدول العربية. شوفهم هما مثلا خارج الدول العربية الإسلامية، تلقاهم الناس طبيعيين، الخايب يظهر، اللي انت تعتبره خايب، خاطر الخيوبية والحاجة خايبة وباهية نسبية، يمكن هذاك الشخص يكون خايب بالنسبة لك انت لكن باهي بالنسبة لواحد آخر. ما تلقاش واحد في العالم هوني مهما كان العباد تكرهه ما عندوش أصدقاء، ما عندوش عباد تحبه، ولو حتى أكبر المجرمين. علاش؟ على خاطر يفهموه بطريقة أخرى، ما يفهموهش كما تفهموه أنت. لهذا الحكم لازم يكون فردي، ما لازمش يكون جماعي كما موجودة في الأديان. الأديان وتجي يتهم واحد تلقاها الأمة كاملة والغمة كاملة تتهم نفس الاتهام، المدينة كاملة تقاطعه، وكأنه أصبح
إنسان منبوذ ملعون من المجتمع ويمكن من العائلة ومن أقرب الناس إليه. هذا التفكير اللي يحكم فيه الدين هو الخطر، لأن ما فماش رأي فردي، لأن رأي جماعي ورأي مفروض عليهم باش يقاطعوا هذاك الإنسان. مثلا نضربكم مثال هذا بسيط، مثلا المرأة في مجتمع محافظ إسلامي ما تلبس الحجاب، يعني التهم اللي تتوجه لها فهمت طريقة غريبة، حتى ولو مثلا حتى ولو معناتها يقبلوا في بعض المجتمعات أنها ما تلبس الحجاب، يعني تلبس بطريقة كيما تحب هي، تلبس لباس قصير أو أي حاجة، يعني مباشرة المجتمع يدينها ويحطها في خانة معينة، وهذيك الإنسان ما عادش نجم يعيش وسط المجتمع. هذه المسألة هي المهمة. إذن أنا حبيت نقول هوني إن الخوف والرعب والتهديد اللي موجود في الأديان وخاصة في الأسلام ما هيش هي الحل باش تكون مجتمع صالح. المجتمع الصالح هو المجتمع اللي فيه الحريات، واللي فيه العدل الاجتماعي، واللي يخليك تغزر روحك انت وما تحكمش على الآخر كما انت تحب تحكم. نجم تحكي معاه، لكن ما عندك حتى حق انك تفرض عليه وجهة نظرك، لان كل انسان عنده وجهة نظر بتاعه الخاصة، وهذا الاختلاف هو الاساس، هذا اللي يكون حضارة. الحضارات عمرها ما تقوم في مجتمع ما فيهاش حرية. الحضارات والتطور الانساني عمره ما يقوم في مجتمعات تمشي بنفس الطريقة وتحكم بنفس الطريقة وتفكر بنفس الاسلوب وما عندهاش حرية في الإبداع. لازم تقد الحاجة هذيك هكاكة وإلا تعتبر خايبة. هنا اللي حبيت نوصل معناتها، وهي معناتها سلسلة هذه باش نواصلوا فيها الحديث هكا بكل تلقائية، هي مسألة هذا الإله. نعرف كما قلت لكم هذا الإله عنده صفات في الإسلام أو غيرها، وأنا نتكلم أكثر في الإسلام. فما الإله الخالق، فما الإله المحاسب العادل، فما الإله القادر، فما الإله المسير للكون. يعني هذه معناتها صفات أساسية للإله، يمكن يكونوا هذم الكلهم في إله واحد، قد يكونوا عدة آلهة، وقد يكون حاجة دون حاجة. مثلا قد يكون إله مسير للكون ولكن لم يخلق، هذا الكون موجود من الأزل، وظهرت قوة فكرية أسمى من فكرنا ونصبت نفسها إلى على العالم وخذت تسير فيه. كما أحنا كبشر يمكن نكون أحنا القوة الذكية الوحيدة القادرة على تسير الكون، يمكن أن نعلن رحنا بعد آلاف سنين ولا بعد مئات سنين آلهة لهذا الكون بدون أن نكون خلقنا الكون. هذه مسألة ممكنة، أن الإنسان يتطور ويعمر الكون ويكتشف الكون ويدور في ويستعمر الكواكب وكل شيء، يعلن نفسه معناتها إله لهذا الكون، ويمكن يجد مخلوقات أخرى فهمت أقل ذكاء منه، فهمت ينجم يضع نفسه إله ومسير لها. هذه حاجة، فهمت هذه مسألة واضحة. كما يمكن أن يكون الكون أو الإله خالق، يعني فما إله خالق خلق هذا الكون، هذا ممكن زاد فهمت. لكن المشكلة في الإشكاليات المنطقية اللي طرحناها ونحاولوا نطرحوها، هل الخلق في الإله أم خارج الإله؟ وأنا تطرح مشكلة فلسفية كبيرة، لو اسمع تفكير في هذه المسألة، في التفكير في فكرة الإله، هي فكرة ما نجموش إلى هذه الساعة أن نثبتها، لأنها شيء غير ملموس. أحنا وقت نغزر للكون هذا اللي احنا فيه نلقاو اللي كون أولا غير كامل، ثانيا في تطور. من هذه الزوز نقط برك،
نفهم ان الكون هذا من اغلب المنطق يعني الاكثريه ما دام هو يتطور ويتحسن، يعني مش ممكن يكون صادر من اله كامل. ثم تعرفوا الكمال يصدر منه الكمال، يعني وتنجيو نجار فهمت يعرف النجاره بالكدا لازم يصنع طاوله كامله، كان صنعها ناقصه فهو نجار مش باهي. اذا هوني نجيو نقولوا هل الكون مخلوق او مش مخلوق، ونقولوا حاجه من زوز، يا اما الكون ماهوش مخلوق وهذا اقرب للمنطق، يا اما الكون مخلوق من اله او من خالق ما عندوش تجربه ما يفهمش ناقص، وهذا ينفي عليه صفه الربوبيه. من ناحيه ثانيه مساله تسيير، لو نشوفوا هذا الكون نلقاو ماهوش مسير، ما فماش تسيير، ما فماش عدل فيه، فهمت؟ هل نستناو في العدل بعد الموت؟ من المفروض لو كان إله موجود ومسير أن يكون الكون أو الوجود متاعنا يكون فيه عدل، سوى معنى نتكلم على الأمراض وعلى الفقر وعلى الزلازل وغيرها وغيرها، حتى يعني النظام اللي موجود يمشي به الكون، يعني النظام القوي على الضعيف، هذه كل أساليب ما يمكنش تصدر من عند إله عادل وإله عالم وإله رحيم. إلا بالطبع يمكن في هذه الحالة أنه يكون الإله اللي يجد هذا الكون إله متجبر كإله الإسلام، هذا ممكن زاد. في هذه الحالة أنت كإنسان هل عندما ترى الظلم تسكت؟ ولو إن هذا الظلم من عند إله، وحتى كان هذا الظلم من عند خالقك، هل تسكت؟ هل تخضع؟ هل تستسلم؟ لا. لو أنت إنسان حر، ولو أنت إنسان يعني تعرف المبادئ الإنسانية ووصلت إلى درجة من الوعي والفكر اللي يخليك تحكم على الأشياء، تقول له مستحيل مستحيل أخضع لظلم، وهذه بحد ذاتها تنفي لهذا الإله صفة الألوهية وصفة الرحمة. إذن لو تشوفوا تبحثوا المسألة من جميع جوانبها، القول إن هناك إله هي عبارة على إهانة للإله، القول إن هذا الإله يلحلح بالناس ويطلب منهم باش يؤمنوا به هو تقليل من شأن الإله، لهذا أنا نعتبر الملحد ولا ديني بصفة عامة، فهمت؟ معناتها هي أكثر منطقية وأكثر عدل حتى مع نفسه، لأن الأوصاف اللي وصفتها وذكرتها الأديان وخاصة الإسلام لهذا الإله جعلت منه معناتها ذات حقيرة، ذات ما عندها حتى مستوى. يعني لو كما قلت قبل، لو أي إنسان منكم يضع نفسه في مكان هذا الإله سوف يحس روحه شيء حقير، شيء طاغي، شيء ظالم، شيء متجبر، شيء غير عادل. يعني كل الصفات من عدل ورحمة وغيرها موجودة في هذا الإله، لو ننظر للواقع نلقاها عكس ذلك، غير حاجة برك. وتتشوف مثلا الأسد يهجم على الغزال ويقطع لها لحمها ويأكلها، هذا برك يعتبر ظلم. علاش؟ علاش هذا الإله خالق حيوان مفترس وجعل قوته على حيوان ضعيف أرنب أم غزال؟ هل هذا هو العدل؟ أنت كإنسان ما تقبلش هذاك الشيء، أنت كإنسان، فكيف تنسب ذلك إلى إله؟
هذه هي المشكلة، كيفاش تنسب هالظلم هذا اللي موجود لإله ولا مثلا زلزال؟ مئات الآلاف يموتوا، أطفال صغار، نساء حوامل، حيوانات، نباتات، شنو هذا؟ تشوف أنت تقرأ في القرآن ولا في الإنجيل لإله ولا مثلا طوفان نوح، ورغم اللي معناتها الحكاية معناتها خرافية، ولكن كيف إله يسمح لنفسه أن يبيد شعوب؟ لهذا نقول إن الإنسان في وقت الحاضر ما دام هو القوة الأكثر وعي والأكثر ذكاء والأكثر عدل أنها تنجم تحسن هذا الكون، تنجم تتغلب على عدة أشياء منها الزلازل، مثلا نشوفه في جابون، مثلا نشوفه في الجابون، في اليابان مثلا نشوفه كيفاش في اليابان الإنسان الياباني استطاع أن يقلل من كوارث الزلازل. شوفوا مثلا في هولندا كيفاش الهولندي قلل من كوارث المياه، ونجم نشوفه معناتها في عدة مناطق أخرى كيفاش نقلوا حتى نوصلوا إلى درجة أن هذه الكوارث ما عادش تضرنا، هذه البراكين وهذه العواصف وهذا الجفاف وغير هذه المصايب اللي هي معناتها طبيعية، ولكن مش يعني طبيعية يجني نخضع لها، ولا يمكن أن يكون هناك إله مسير لهذه الكوارث أو آمر بها، لأن هون تقلل قيمة هذا الإله. إذن أنا عدم إيماني بإله في الحقيقة هو رحمة لهذا الإله، لأني أبرئه من كل ما هو موجود من مظالم في هذا الكون، من فقر، من جوع، ونرجع المسؤولية لشكون؟ لمن هو أوعى وأذكى موجود فوق هذه الأرض إلى حد الآن هو الإنسان. إذن رجع المسألة للإنسان، ليانا، لكنتي، للحكومات، للبلدان اللي موجودة في العالم الآن، يعني فقر اللي موجود في إفريقيا والمظالم اللي موجودة في إفريقيا والحروب والجفاف وغيرها من المصايب، راهو شيء يقطع القلب، شيء يقطع القلب عندما تشوف ولاد صغار معناتها شعوب كاملة تعيش تحت مستوى الفقر. ما نبعدوش البعيد، نغزر في المجتمعات نتاعنا، في المجتمعات الغربية بعضها مش كلها، هذا الفقر هذا لازم نحاربوه. كان فما جهاد حقيقي هو العمل على محاربة هذه الأشياء، مش نحاربه في إنسان على خاطر معتقده. ولو نشوفوا إن الأديان كلها، الأديان كلها مخدرة للشعوب، مخدرة بالفعل، مخدرة للشعوب، أينما نجد الرأسمالية وأينما نجد الظلم وأينما نجد معناتها كيما نقولوا الغناء المفرط نلقاو الدين. علاش؟ على خاطر الدين هو الوحيد اللي يسكت فم الفقير، وتجي يقول أكثر أهل الجنة الفقراء، عندما يجي واحد فقير يطالب بحقه باش ياكل وباش يشرب تقول له لك الجنة، وقت إنسان ما عندوش خدمة وما ينجمش يخدم ولا عنده مشاكل ولا حاجة تجي تطمعه بحياة أفضل بعد الموت هو يهبط الدين. لهذا نقول لكم راو كان تحبوا الجنة ابدأوها من توا. فما قولة تقول، نسيت المصدر متاعها شنو، أما تقول من لم يعيش جنته في دنياه لن يعيشها في آخرته. قولة تعجبني، كما قلت لكم أنا كي حاجة تعجبني في أي دين ناخذها. إذن يا لاتينيين نقول لكم يعني، وأنا مانيش معناتها وصية عليكم وما عنديش الحق نكون وصي، وحتى واحد ما هو وصي على حد، أراه تحرير الشعوب
من الأديان هو عمل جبار وعمل عظيم، لأن الواحد يولي طالب حقه، يولي فقير وقت ما يلقاش ما ياكل يقول لك لا نحب حقي، نحب نخدم، نحب ناكل، نحب نبني، فهمت؟ نحب نعيش الجنة هوني. كل إنسان موجود في هذه الدنيا عنده الحق باش يعيش حياته ويتمتع بحياته. حتى حد ما عنده الحق باش يمنع إنسان مهما كان من أن يعيش بكرامة وبحرية. هذا هو التحدي متاعنا، هذا هو التحدي متاعنا. أنت وتقول أنا ما عادش أؤمن بالأديان، أول حاجة تقولها أنك أنت المسؤول، أنت المسؤول عن نفسك أولا، ومسؤول على تطوير المجتمع متاعك وعن المشاركة في تطوير هذه الأرض والقضاء على الفقر ومحاربة الكوارث الطبيعية وتطوير الطبيعة من أجل حياة أفضل للإنسان. رانا ماناش موجودين هوني باش نتمردوا، باش نتعذبوا، باش نتقتلوا، باش نموتوا. موجودين هوني باش نحسنوا حياتنا احنا ونقدموا للأجيال القادمة بلدان ومناطق أكثر رفاهية. هذا هو المطلوب، وهذا الإنسان لازم يفكر فيه. نظن الفكرة واضحة ولكم نظن الفكرة واضحة، ونقول لكم مع فيديو قادم. نظن الفكرة واضحة ونقول لكم مع فيديو قادم، وبالسلامة.